لو الحكاية فيها إن فيتو بسطنا منه جدا والوعي من الحاجات اللي مستنى استبدأ بيها عشان الناس اللي صوت لنا نفرحهم ونفتح مجال ويعني الفرق الموسيقية في مصر هي صاحبة الريادة حاليا أكتر من أي حاجة تانية، فبالتالي ده كله هيخلينا نحس إن إحنا أنجزنا شيء في الفترة الأخيرة وكنا صادقين وعند حسن نظام الناس اللي بتسمعنا. شكرك تامر، تحب تقول إيه في الاتجاه ده؟ ويمكن أنا عايز أثير معاكم برضو مسألة اللغة، يعني إحنا ساعات نقول هو معقولة أغاني مصرية هتنفع تبقى عالمية، بس هو الحقيقة ليه لأ؟ ما إحنا بنسمع إسباني ومن غير ما نفهم ولا كلمة، وبنسمع هندي من غير يعني، فليه لأ يعني؟ بس اتفضل. بالظبط، أنا بضيف على كلام حضرتك، هي ملهاش معايير معينة أو كلام أو لغة أو ملهاش بلد حتى المزيد، هو إحنا بنعمل إحنا بنقول عشان حساب إحنا في جايزة أو كده، يعني إحنا بسطنا جدا اللي إحنا مترشحين لها.